السلام عليكم. محاضرة اليوم هي الـ Personality in Psychological Review. Different theory describe the personality, and I can divide this theory in four categories. The first category is psychoanalysis perspective theory. The second category is the humanistic perspective theory, and the third is triad perspective theory, and the last one is sociocognitive perspective theory. All these theory can explain development of personality. Now discuss the first perspective. The head of this school is Freud, which can explain the personality according to the psychodynamic perspective view. Freud have a clinical experience lead him to develop the first comprehensive theory of personality, which included the unconscious mind, psychosocial, psychosexual stage, and defense mechanism. يعتبر فرويد يعني حتى للتوضيح قبل ما نبدأ في الثيوري مالته من مؤسسين العلم النفس الحديث. وفرويد يعتبر من الشخصيات اللي غيرت وجه علم النفس وما تلاها من مدارس أخرى اعتمدت على فرويد. فرويد إجا بنظرية بسيطة اللي هي unconscious mind. ونظريته بشكل عام ما يخص البيرسوناليتي تتقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية. The first line discussed Freud is unconscious mind, اللاوعي, العقل اللاوعي. The second is psychosexual stage. أكو مراحل تطور بالسايكوسيكسوال ستيج. And the third is defense mechanism. How explore the unconscious mind؟ يعني شنو اللي كان نظرية فرويد ش قال عليها؟ قال ال unconscious mind is reservoir، يعني فد مستودع كبير of and most unacceptable thought, wish, feeling, and memory. إذن اللاوعي مالتنا هو عبارة عن مخزن كبير لكثير من الأفكار والرغبات والمشاعر والذاكرة الغير مقبولة اللي نقدر نطلعها للخارج. حتى نطلعها طلع مبدأ جديد اللي هو the free association. What meaning that is free saying? Let patient or let person talk at what you're feeling. يعني سماها مثل in order the tab of unconscious tab, يعني صنبور حنفية. يعني مثل الحنفية أنت طلع اللاوعي شلون يطلع كلمات بسيطة وشوية شوية إلى أن تكون بالتضخيم الكلي الـ unconscious mind. وأحياناً هذا الـ unconscious mind سابقاً يستخدمون الـ hypnotic, يعني يسوي paralysis للـ conscious. أكو conscious عندنا وأكو unconscious جوا, يعني وعي ولا وعي, يحاول يشل الوعي مثل ما يعطونا مثلا injection of valium, او نخليه تحت السب كونشس نخفف الوعي فيظهر اللاوعي. اللاوعي يعبر عن ما في داخل الانسان من wish, thought, feeling, memory, but is not unacceptable, غير مقبوله بالواقع. هذا الطريق اللي يطلع بيها الانكونشس اللي احنا سميناها free association, التخاطر أو التبادل الحر. الطريقة الثانية اللي استخدمها فرويد في استخراج الـ unconscious هو الـ dream analysis, تفسير الأحلام. تفسير الأحلام
في ال عند فرويد يختلف عن تفسير الأحلام اللي احنا قارين بالكتب هاي، خصوصا كتبنا ابن سيرين وغيره وما أدري إيش. بشكل عام هذا موضوع طويل، الدريم أناليسيز يحتاج لمحاضرات كثيرة، بس بشكل مختصر حتى يصير عندكم تصور، وهو أنه أكو فد سمبوليزم، يعني رمزية للأشياء، كأن يكون الخوف ترمز له، واحد يشعر بالخوف وما يقدر يعبر عن خوفه ومكبوت عنده يطلع بالأحلام، أو القلق أو توقع السوء دائما يرمز له بأشياء مخيفة، كأن يكون حيوان بري، ذيب، أسد، ما أدري شنو، بحيث يعطي النتيجة اللي هي تطفي إليها وهو الخوف. القوة يرمز لها بالأشياء القوية اللي احنا ألفناها في الحياة، مثلا نقول له هذا قوي مثل الحصان، مو صحيح؟ فيشير إلى القوة، فمن يريد يحلم بشيء مثلا هو بنيته ضعيفة ويحتاج هذا القوة يحلم بحصان، فهذا كون احنا نسميه سمبوليزم. بعد ما تتكون السمبوليزم يصير كوندنسيشن، يعني تتجمع هاي القطع الذهنية إلى موضوع أو سين ما يطول إلى ثواني. عموما هاي الأساسيات الرئيسية بالدريم أناليسيس. أكو فد شيء، يعني إذا تشوفون هاي الصورة فتاة مستلقية وفوقها فد شكل مونستر، مثلا فد وحش، يعني فد شيء مخيف، قوة، الأسد، أقصد الحصان، العفو، هاي الصورة إلها رمزية، مع أكو قوة، أكو خوف، أكو صفاء ونقاء اللي هو اللون الأبيض، أكو نوع من العاطفة والحنان اللي هي رمز الأنوثة والوارم، كلها تتجمع، ممكن يصير interpretation بها according to the situation of the person. Psychoanalysis is the process. إذا نريد نسوي تحليل نفسي is a process of free association. إذا أكو فات عملية free association نسوي مع الشخص lead to the painful embarrassing and conscious memory. دائما احنا ليش نكبت الأشياء نظامينها باللاوعي مالتي؟ لأنه أولا غير مقبولة، أو ثانيا تكون painful، مؤلمة إذا تطلع فتحدث، يعني أنت تتذكر مثلا في الصف الأول ابتدائي المدرس جر إذنك ولواك وضربك وخجلك قدام الطلاب، مو صحيح؟ هذا موقف painful، embarrassing، محرج إليك، كان ما تريد تتذكره. من تتذكره من يطلع من عندك راح تتألم، بس في نفس الوقت راح يخليك feeling better. ليش؟ لأن هذا الموقف المحرج ممكن يخليك unsociable، ما تحتك بالآخرين، كبرت وما يصير عندك احتكاك بالآخرين، not good social، لأنهم أنت محرج بسبب موقف قديم الانكونشس موجود during life، خلال فترة المراهقة، خلال فترة الطفولة. من يطلع هذا، نعم هو painful، painful memory، unconscious memory، لكن في نفس الوقت من طلع هذا راح يخليك more socially more contact، يعني عبرت عنه بشكل صريح. ولهذا احنا من نعالج كثير من المرضى بالطريقة psychoanalysis، نحاول explore the خلينا نسميها dark point in the life،
النقاط السوداء اللي دائما المريء الشخص يحاول يكبتها، يبقى كبت كبت. انتم سامعين بالمثل يقول ايش قد ما تكبت تكبت الى ان يجي يوم تنفجر هتطلع. فاحنا نحاول ما نوصل لحاله الانفجار اللي هو يصير كونفليكت بتوين سوبر ايجو. وهسه نجي نحكي لكم شلون من تطلع وعلى اساس تطلع، يعني مو كل شيء اللي احنا نفكر به لازم نطلعه من الخارج. مو كل شيء رغباتنا والفيلينج مالتنا والميموري مالتنا لازم نطلع للخارج. اكو فشي بخصوصية وسكريت او يتعارض مع القيم، القيم الاجتماعية القيم الدينية، او يتعارض مع الكونشنت الضمير. So when all these unconscious memory need everything is bad or good can retrieve to the memory or to the conscious, that is the treatment of by psychoanalysis. Freud قسم المايند بطريقتين. الطريقة الأولى نسميها structural model، والطريقة الثانية اللي هي topographic model. بشكل عام داخل طبعا هن متداخلات اثنين مع بعضهم. ممثل unconscious mind أو المايند بشكل عام by iceberg. The most of the iceberg is hidden in the water. يعني جبل جليدي كبير أكثر حجمه هو غاطس داخل البحر، إحنا ما نشوفه ولا نحس به. نشوف الشيء الظاهر من عنده اللي هو الكونشيس سما. إذا تشوفون هاي الصورة أكو فدت ألوان خضراء الفوق الأفقية، الأخضر فاتح، هذا الجزء الظاهر من الجبل الجليدي اللي إحنا نسميه contact with the outside. يعني معناته شنو؟ من نقول contact with the outside معناته awareness، نشعر به. معناته شنو نسميه باللغة السيكولوجي؟ إيجو، الشعور. إذن أول منطقة حددناها هسه هي إيجو. طبعاً من خلال من خلال هذا التقسيم، طالما إحنا نشعر به conscious معناته أكو جوه unconscious. إذن صارت topographic اثنين، الكونشيس الظاهر الاويرنس اللي نشعره واللي نشوفه فوق سطح الماء اللي مثله بالجبل الجليدي، والجزء الباطن اللي ما نقدر نشوفه ولا نقدر نحسه ومختفي هيدن اللي سماه انكونشيس اللاوعي. بيناتهم منطقه ضبابيه سماها بري كونشيس أو أحيانا يسمونها subconscious. البري كونشيس هاي منطقة ممكن تكون semi paralysis of the conscious، يعني في paralysis. وهو يشوفونه كثير من الناس اللي تطلع من العمليات يقوم يحكي لأنه بعد لا دخل بالوعي ولا واللاوعي بعد ظاهر، ويبدي هو المصل تون مالته رجعت، يقدر يحكي، يقدر يحرك ايديه، ويقدر يطلع صوت، بس في نفس الوقت يبقى البرين سيمي باراليسيس الكونشيس مالته، فيطلع اللاوعي مالته، فيقوم مثل ما يقولون بالعاميه هذري، يغني، يسولف قصه، حدث قديم، عركه ويا صديقه مكبوت بها طلعها. انا قبل فترة شفت يعني امرأة طالعة من العمليات، وبالفترة النقاها قامت تحكي أشكال ورناق يعني، وتغني وتهوس وإلى ذلك.
إذن هذا إحنا نسميه بالأكوا. إذن التوبوغرافيك أكو كونشس ظاهر والأنكونشس اللي هو هيدن. هذا ما يخص التوبوغرافيك. ما يخص الستركتشر، الشيء الظاهر اللي هو كونشس، إحنا قلنا هو كونتاكت with the world, with the reality, with the external world، مو صحيح؟ واحد شيء ظاهر احنا كنا نشوف نشعر به awareness، يعني راح سماه ايجو، يعني الشعور. تحت الايجو اكو فد شيء سماه اد، وهسه راح نحكي لكم شنو الاد، والطبقه الاخرى اللي هي سماها سوبر ايجو. السوبر ايجو ممكن تكون unconscious بس منعتها، وممكن يكون conscious. يعني مثلا أعطيك conscious، مثلا مثلا من نجي على نحكي على السوبر إيجو شنو تعني الإد. قبل ما نتطرق للإنتجريشن between all this الإد والconscious والunconscious، الإد والإيجو والسوبر إيجو، نشوف شنو الانتجريشن مالته، وشنو مكونات الإيجو، وشنو مكونات الإيجو، وشنو مكونات السوبر إيجو. بس خلي في بالنا كل الانكونشس is represent the psychological energy، كل الطاقة النفسية الموجودة هي mental، نابعة من الانكونشس، من اللاوعي، من اللي يضم أشكال الإيد والأنكونشس وكل كثير من الأمور. الإيد والإيغو والسوبر إيغو. الإيد is unconscious stare to the satisfy the basic sexual and aggressive drive operating on the pleasure principle demanding immediate gratification. كل كلمة هنا لازم تصفن عليها. الإد unconscious there دائما تسعى تدفعك تريد to satisfy the sexual aggressive drive sexual and aggressive drive. حتى المن توصل المن للمتعة، تشعر لبلاجر وتريد دائما إشباع. هسه تتخيلون الإيد شنو؟ الإيجو، الإيجو is function of executive of immediate demand of the إيد and super إيجو. الإيجو شنو؟ يعني مثلا هسه أنت خلينا نقول على الإيد جعت شعرت بعدم راحة، جوعان، تلو، مو صحيح؟ تروح تشتري لك لفة، تشبع نفسك، مو طلعت وين لازم اشبعتها، من اشبعتها صرت بلزنت افكت، مو صحيح؟ خوش. عندك صديق انت شو اسمه؟ عبد الحسين. احمد وعبد الحسين اصدقاء مع بعض. احمد سمع عبد الحسين، احنا نعطي اكزامبل حتى نقربها للذهن، مو تاخذ الامور ها. احمد اذى حسين بحكايه، زعل حسين، ما عليه، اريد اشوفه، شافه بالممر، طلع الاجريسيف الامبارس مالته، طلع الاجريسيف، لزم احمد رزله رزاله مثل ما يقولون بالعاميه غسله لبس، ليش تحكي علي وليش تسبني وليش هيك وليش هيك وكذا وكذا. نعم هذا اجريسيف، والاجريسيف الاجريشن انه ندرس الاجريشن ياخذ تو تايم، اما فيربل يعني لفظي او فيزيكال، يلزم يدق بوكس يضربه يمكن توصل لمرحله، ومثل ما تصير اذا وراها من فوق نفسه وحكى على شو اسمه راح ارتاح لزنت انه اذا اكو اد طلعت صار جراتيفيكيشن بها. الايجو نفذت
الايجو هي مساحه التنفيذ، لانه يعني صارت بالشعور بالواقع، طلعت الاجريسيف مالتك، راحت سويت لها جريديفيكيشن، صارت بالحاله الشعور، اذا هي حاله زين. خلينا ناخذ هذا المثال مال احمد وعبد الحسين، مو صحيح؟ هاي انت شفته بالشارع بالممر، ماكو يمكم احد، فوخت قلبك بمو احمد ورزلته مثلا. لكن اذا مثلا ما شفت عبد الحسين هنا، شفته بمن؟ شفته في مكان بحفله، ها؟ كان يكون رايحين اثنيناتكم معزومين على عرس صديقكم، مو صحيح؟ وكل هالناس مكيفه وضاحكه ومتونسه، وشفت عبد الحسين قبالك واللي هو حاكي عليك، تحكي وياه ترزله وتخرب الحفله وتصير عركه، ها؟ لو تبلحها، ها؟ تبلحها، مو صحيح؟ ليش بالعاده؟ السوبر ايجو اشتغل. السوبر ايجو يمثل الضمير والقيم الاجتماعيه. شكو قيمه مثاليه؟ مثاليه تعلمناها سواء عن طريق الدين او طريق العائله او عن طريق المجتمع، تقاليد مجتمع، مو صحيح؟ هاي كلها قيم مثاليه تعلمناها. زائدا الضمير مالتك، ضميرك ما يسمح لك انه تفسد الحفله صديقك. السوبر ايجو سو ات از بروفايدد ستاندرد فور ججمنت كوشن اند فيوتشر اسبيريشن. نرجع للصورة مالتنا. هسه وضحت تفسيرات الإد والإيجو والسوبر إيجو. نجي نحكي عليها بالتفصيل. الإد بي بيولوجيكال كومبوننت اللي هو يمثل انستنكت، الدوافع أو الرغبات. وهاي فرويد قسمها إلى نوعين، أروز وثانوس. أروز رغبة بالحب والسلام وغيرها والراحة اللي تطينا بلازم، والثانوز رغبة الموت، رغبة الموت. واثنينات هن قاعدات وين؟ بالانكونشس. الإد من ميزاته أي شيء غير مقبول هو موجود به، أي شيء حلال حرام موجود به، أي شيء مقبول اجتماعيا ما مقبول اجتماعيا. أعطيك مثال على الأشياء اللي موجودة بداخلك. واحدة من عتن غريزة التملك، يعجبك تتملك. هسه أنت أحمد عندك هاي الغريزة تتملك، تريد سيارة، صحيح؟ بس هاي موجودة، لكن إذا تفكر أنه تريد سيارة فعلا، هاي نيد، حاجة من الحاجات، تعتبرها حاجات لك ضرورية، صحيح؟ شو وقت النيد تتحول إلى وش؟ إلى رغبة. أكو نيد حاجات تتحول إلى وش. النيد ميتة هسه، يعني هسه أنت كثير من داخلك رغبات، من ضمنها خلينا نقول رغبة أنه تتملك سيارة، واضح؟ هاي النيد هسه تفكر تشتري سيارة؟ ما عندك رغبة تشتري سيارة، ما عندك، ما وصلت. ليش؟ لأنه حتى النيد تتحول إلى وش لازم أكو primary audible force، عقدة audible الأولى اللي هو لازم يخرج منها يتحول إلى وش. كل وش إذا صارت عندك بداخلك يحتاج إلى حالة إشباع gratification. يعني شنو؟ خلنا ناخذها على الفيزيولوجيكال وش حتى تكون اقرب للذهن. انت جعت، انت حاجه الاكل احنا موجوده عندنا، ناكل ونشرب، مو هاي واحده من الحاجات الاساسيه؟ حاجه، وبعدين تتطور الحاجات الى احنا نسميها، هاي يسمونها فيزيولوجيكال نيد، وبعدين سكسوال نيد، وبعدين نيروتيك نيد. يعني مثلا النيروتيك نيد الاحترام، بروتكشن، او السيفتي الامان، هاي كلها حاجه، مو صحيح؟
قد يكون هسه السكسوال نيد ما مفكر بها، البوزيشن واحده من الحاجات، البوزيشن المكانه الاجتماعيه او يريد هسه مثلا انت هسه طالب طبيه ما عندك تفكر انه تصير مدير عام صحه ولا تفكر ما ادري شنو، لانه بعدك ما واصل ديفلوبمنت، ما واصله واضحه الى ان تعبر كثير من المراحل، وهسه نشوفه في هرم موزلي اللي بهذا النقطه. اذا اكو نيد، النيد من تتحول الى وش، لازم اكو شنو فد قوه تدفعها. شعر هاي القوة شلون الميكانيزم، اكو برايمري اوديبل فورس تدفع تحولت الى وش. كل وش من تصير لازم شو يصير؟ جريتيفيكيشن، حالة تشبع. فاذا اخذنا مثال انه صارت رغبة عندك، انت جوعان الاكل مو صحيح، الاكل والشرب هاي واحدة من الحاجاتنا، الفيدينج والدرينكينج هاي واحدة، اذا جاءت صارت وش لازم تاكل، واضح؟ تاكل شو تسوي؟ تروح تشتري لك لفه وتاكل، جريتيفيكيشن. حققت شنو؟ البلازنت افكت. لا تفهمون السكسوال اللي احنا ذكرناها بالبدايتنا لا تفهمون البيزك سكسوال يعني معناته سكس سكسوال انتركورس sexual activity، لا sexual اللي هي sexuality which lead to the pleasant effect، الشعور بالنشوة، الشعور بالسعادة. الaggressive drive والaggressive drive هذني اثنيناتني يودن لمن؟ للأجريشن. هسه منطينا مثال أحمد وعبد الحسين، مو قلنا من حكى عليه أحمد على عبد حس بنشوة وارتاح وضميره، هو استخدم أجريسيف امبالس. طبعا فرويد من قالوا له حكى على الديفنس ميكانيزم، وصل إلى مرحلة ما قدر يفسر انه الريبريشن الكبت على ضوء السكسوال درايف او على ضوء الثانوس. الثانوس احنا قلنا هي رغبات الحياه والحب وغيرها، مو صحيح؟ واكو رغبات دخلها فرويد سماها ثانوس اللي هي رغبة الموت. إذا أكو أروز اللي هي رغبة رغبة الحب والحياة، وأكو ثانوز بالماء. فسر الأجريسيف أو السلوك الريبريشن اللي نكبت به على ضوء الثانوز، وعنده تفسير رائع بها يعني بأقرب مما يعني. دائما إحنا بشكل عام حتى نعطيكم مختصر مفيد، حتى مو هذا الموضوع هو شوية الموضوع السايكو أناليسيز موضوع كبير وممكن يجرك على متاهات أخرى، بس حتى يصير عندكم تصور. دائما الإنسان يميل إلمن للأنستيبل لو ستيبل، يكون ستيبل أكثر شيء بالوجود هو ستيبل. شنو تفسير فرويد؟ اللاند الأرض أكثر شيء بالوجود اللي هو ستيبل، تباوع الجبال هي مستقرة، تباوع الأرض هي مستقرة، مو صحيح؟ فميول الإنسان للديث، ميولة للحرب، ميولة للقتل، ميولة للموت، هو البحث عن الاستقرار. هاي واحدة من تفسيرات فرويد للثانوز. ليش يصير عندنا ميول؟ ما أنت مرات مو واحد من الضيق الدنيا ويا نفسه يقول لو أموت أخلص من هاي الدنيا المو حلوة، مو هيك لا إرادة. هو ناس تسمعهم وما يمرض. ليش؟ لأنه ميال للاستقرار، هو لا إراديا ميال إلمن للسمبوليزم of the stability اللي هي الأرض. طالما هو فرويد يقول طالما الإنسان هو جزء من هذا عند الأرض، فمن حقه يرجع له. هذا تفسير الثانوس، تفسير رائع، بيبر طويل.
إذن هسه فهمنا ال unconscious mind، نعيده ولو بشكل مختصر. unconscious mind قسم فرويد ال unconscious إلى structural model والtopographic model. structural model قال أكو إد وأكو إيجو وأكو سوبر إيجو، وال topographic هو الكونشس والانكونشس، وبيناتهم منطقة أحيانا تظهر، وهاي نستخدمها بالإفري أسوسيشن اللي سماها بري. حكى على الإد وقال هي ستيرف دائما تدفع أو تسعى إلى أنه يصير ساتيسفاي ذا سكسوال أند أجريسيف درايفز، تقنع وتشبع السكسوال اند اجريسيف درايف. والمبدا الرئيسي مالتها هو البليزنت افكت، انه لازم انت تشعر بالسعاده، وهذا يتطلب انه ايميديت جريتيفيكيشن حال الحاضر. الايجو قال هي منطقه تنفيذ area of executive of the immediate demand and can interact with the super ego. والسوبر ايجو هي الستاندر اللي موجوده عندنا، والسوبر ايجو مثل ما قلت لكم هو الرقيب على كل تصرفاتنا، الرقيب على كل تصرفاتنا، ويتكون من الكونشنت والايديال ايجو الضمير والقيم الاجتماعيه. القيم الاجتماعيه شنو؟ اللو مالت البيت، بيتك بقوانين معينه واضعينها انتم، مو صحيح؟ لا تطلع ولا تتاخر، لا مثلا لازم تلبس كذا، مو صحيح؟ وفي شر مثلا اكو ناس تلبس دشداشه، اكو ناس لا، وغيرهم هو لو موجود. او اللو مالت المجتمع، قوانين اللي تفرضها الدولة لازم انت، هو هذا السوبر ايجو تخليك، او قوانين الإلهية السنة اللي موجودة في دياناتنا. ونعطيكم مثال عليها هسه حتى، يعني مثلا انت نرجع على احمد، اذا راد يشتري سيارة وصارت تحولت من اد الى وش، دق على اهله لازم يشتري سياره، يقول له لا يابا ما عندنا سياره، كذا مبلغ انت تشتريها. قاعد يحسبها ونفسه، اذا يجمع يومياته يوميا 5000 دينار مثلا ياخذ، مو يضربها بالسنه، اذا يجمعها هاي ما يطلع تاير مال سياره، مو صحيح؟ زين شو يسوي هو؟ مثل ما يقولون بالعاميه داق رجل، لازم يريد سياره، امكانيه ماكو، عنده طريقتين يحصل سياره، مو صحيح؟ اما يقعد يجمع ولازم ينتظر، وهاي ما يصير، ما لازم immediate demand. او شو يسوي؟ ايبوك. هنا طلعت فكره الفوق بذهنه، مو صحيح؟ زين هاي تي هيك ببلاش، ما تي راسا يجي سوبر ايجو يقول له اوقف، العرف الاجتماعي يقولون انت حرامي وفشل على اهلك، ويقولون هذا ابنهم حرام وبواك سياره، فياخذ بريك. السوبر ايجو ثاني الدين، الدين ما يسمح له، الدين يقول هذا السارق والسارقه، هاي كلها موجوده. مين تعلم السوبر ايجو؟ خلال اللايف مالته سوبر ايجو تعلمه. الدين يقول السارق والسارقه اقطع يدهم، لا ما اخذ بريك، زين يلا الى دين، وانا اعرف اجتماع ابوك وانا هزم بغير منطقة، القانون وين؟ القانون الدولي أبقى ملاحق، مو صحيح؟ إذا رحت نهزمت من النجف رحت البغداد، يعني ما يعرفوني، يدلوني ويحاسبني القانون. إذن هذا السوبر إيجو يقوم شنو؟ يضغط على الوش إلى أن يرجعها، يفوتها وين؟ دخلها وينسى الموضوع، يصير وين؟ بالهيدن الايسبرغ، بالجزء الهيدن من الايسبرغ، من الجبل الجليدي، تنتهي هاي الرغبه مالته وتبقى الى في يوم من الايام. يعني
هسه نجي هنا المشكله هنا اكو كثير من الناس وكثير من الامراض النفسيه يعانون من ويكنس اوف سوبر ايجو، ضعف السوبر ايجو، ولهذا من تطلع الوش ها تطلع ما حد يلاقيها بوجهها، ما يخلي اعتبار للدنيا دين، يا الله يا محمد يا قران يا هيش يقول خلنا نسوي شو نسوي، اذا الله غفور رحيم راسا يقول يقنع نفسه هيش. ليش؟ لانه السوبر ايجو ينفث، السوبر ايجو خفيف وتنفذ من عند الوش فتتحقق الوش. او يقول لك يا قانون دولة ما بها قانون وخلنا نسوي شيء بس شباب الرحم، وهذا اللي نشوفه مو صحيح. يقول لك دولة ما قانونها ضعيف تطبيقها ضعيف او الرشوه او ارشي واطلع من السجن، فيعطي مبررات النفس. ليش؟ لانه سوبر ايجو مالته ضعيف. هنا من نريد نعالج ونشوف شخص مثل واحد عنده سلوك عدائي يوميا بضارب هذا وباسط هذا ويمشي بالشارع كافخة طرف كلهم ضايجين من عنده، مو صحيح؟ هذا من نريد نفحص نشيك نشوف السوبر ايجو مالته كلش ويك، فنسوي له سترينثنينج اوف سوبر ايجو. سترينثنينج طبعا يبقى الايديال ايجو والضمير القيم المثاليه والضمير تلعب دور في ننميها بشكل من الطفوله الى ان تكبر. اذا ما تنميها من الطفوله ما تقدر انت على مثل من شاب ودول الكتاب مثل ما يقولون، تفهمون قصدي؟ فلازم هاي الامور، هذا حرام هذا ما يصير، هذا عيب هذا مقبول هذا ما مقبول، هذا صح هذا تثاب عليه هذا تعاقب عليه، مو صحيح؟ من يعلمون الطفل، من هو الطفل؟ من تطلب حاجة استأذن، يعني شنو حتى تأخذ consent موافقة، هذا من يكبر من يكبر ما يقوم بعمل أيته إذا ما راح يدرسه ويعرف ويأخذ موافقاته على الأقل في داخله، مو صحيح؟ وبعدين من الآخر. وضحت الفكرة هسه بهذا المثال؟ الجزء الثاني من نظرية فرويد هي السايكوسيكسوال ستيج. فرويد believed that personality is formed during the few years of the life. And this called سماها psychosexual stage. During this stage, the pleasant seeking energy focus on pleasure sensitive body area. Seeking energy. هاي انت تريد، احنا مو قلنا دائما الانسان يبحث عن السعادة pleasant effect، مو ما يبحث عن المنغصات. هذا seeking energy حتى يسوي لها فوكسنج وبروديوس البلجر سنسيتيف اريا. اكو في السنسيتيف اريا مناطق خاصه في جسم الطفل اللي يسمها ايروجينيوس زون، مناطق اللي تثير السعاده تثير البلزنت افكت. وضحت لو صعبه؟ واضح. شنو هاي الايرو ال قسمها الى اورال فيز وانال فيز وفاليك فيز واكولاتنس بيريود وجينيتيك بيريود. خلينا نجي نحكي وحده وحده. ماله الاورال فيز اللي بداها من صفر الى تقريبا سنه ونص احيانا سنتين، ذا بليزنت سنتر اون ذا ماوث سيكينج بيتينج تشوينج. شوف الطفل اول ما يجي بهاي السنين راسا يشعر من يرضع بثدي امه يشعر بسعادة وراحة warm and feeding الحنان حتى بدون رضا. طفل انت شوفه 4 سنين وخمس سنين حاول تسوي له attachment around the mouth، سوي له هيك. اذا عندكم اطفال شوف اذا تريد تسعده وتخليه pleasant effect حرك هاي المنطقة عنده، سوي له sensation سي كيف يضحك الطفل. ليش؟ هاي اللي احنا نسميها erogenous zone. اذا الماوث دائما اكو قسم من عتم ساكنج يسوي بصبع مص بصبع او تشوينج، واذا طلعت لسنون يشعر بسعاده وما ادري شنو اذا يقوم عضعض الطفل يشعر بمكيفه. اذا هاي المنطقه الاورا
اورال اريا اورال اريا تسبب بليزنت افكت عند هذا الطفل بالاذن. بالانال اللي هو تقريبا من سنتين الى ثلاث سنين او من 18 شهر الى 36 شهر بليزنت فوكس ان ذا باول اند بلادر انيميشن and copy with the demand of control. شنو؟ انتم شايفين الاطفال اذا عندكم اطفال راقبوهم. من يبدي بهذا الامر وتعلم على القاعده، مو صحيح ورا السنتين؟ تجيبه امه وتخليه على القاعده. تلقاه هو حاط رجليه ويفرفر ويسولف ويغني على مود يقضي حاجته، منطلق. ليش؟ لانه هو صاير عنده فد بلاجر سنسيشن للانر ده يتبول ده يتغوط ويسبب له بلجر. وشوفوهم انتم مراقب الاطفال عندهم من تخليه او قاعد اكو بهم كبار لحد خمس سنين مرات تلقاه قاعد بالتواليت يغني يسولف يدردم ويا نفسه ويحكي قصص وما شنو منطلق هو بالريستروم. هذا احنا يسبب لنا بلز افكت. الستيج الثالث الفالك. احنا ليش ندرس؟ حتى اذا شفنا ديس اوردر يصير بالمستقبل على هاي شيء يعطينا من امراض نفسيه، شيء يعطينا من سلوكيات. الفالك بليزنت البلاجر زون از جينيتاليا الاكسترنال جينيتال وذا مير اور فيميل كوبينج وذ السيديوس سكسوال فيلينج يعني القاهره المجبره عليها اكو فت سكسوال فيلينج يصير عندهم بهذا فيسموا تشوفهم الاطفال بهذا العمر بين ثلاث سنين الى ست سنين سبع سنين يسوي اتاتشمنت للجينيتال حاط ايده على الجينيتال مالته او يسوي رابينج يبدي هذا اللي. اكو فتره هي اللاتنسي اللي هي بين ستة الى ان تايم اوف بيوبرتي اللي هي تعتبر فتره سبات للسكسوال فانكشن ماكو فد اليمنت واضحه تعطينا فد ديس اوردر هذا دورمنت سكسوال فيلينج. الفتره اللي بيوبرتي يبدي اكو فيسيولوجيكال تشينجز تصير احنا سبق وين قلنا لكم بالمحاضره السكس واكو سايكولوجيكال تشينجز هنا الماتشوريشن اوف سكسوال انترست السكسوال انترست الميول تبدي عنده مثل ما يقول خبره جنسيه خبره بهذا الفسيولوجيكال تشينجز اللي صارت عنده وذر ميل اور فيميل جينيتال يعني يبدي من السكندري جينيتال او اريا واحد من يصير من كان هو طفل يعني خلينا نقول الميل من كان هو طفل شعره نزله لي قدام مو مسوي له هيك زين و من صار بيوبرتي راسا شنو قلب شعره وحط جل ودور ماسكلايزيشن يبدي يكبر عضلاته ها الفيميل من كانت هي شعرها وتسوي لها قرون قامت تذب شعرها مثل امها امها تشوف مور ان فيمينيزم يعني اكثر انوثه تحط مكياج هي هم تروح تقلد امها تحط لها مكياج شويه لا يصب نفسها هي مراهقه بعد تستوي بلغت تعوف الشحاره مالتها ما تمشي بيها تروح تلبس الحذاء العالي مال امها وتشكشك بالبيت طبعا هنا هاي الاشياء قسم من الناس تاخذها از جوكينج وتضحك على هذا الطفل وعلى هذا المراهق وهذا شيء جيد يعني وقسم منهم يعاقبوهم هنا العقاب خطا ليش؟ لانه البيرسون لازم يعرف جندر ايدنتيتي البنيه صارت بنيه قامت تقلد امها بنفس سلوك الانوثه مال امها والولد قام يقلد الاب نفس الذكوريه مالت الاب واضحه؟ حتى تشوف امهم المراهقين يروح يفتح السياره ويقعد ويسوق من كيفه ما شايفينهم؟ المراهقين كانما هو كبير وصار فيمينيزم
اذا هذا السكس والانترست، وتبدي بعدين الديزاير الرغبات او الاهتمامات الجنسيه بالسكس وشنو الفسيولوجي اوف سكس مثل ما حكيناها في محاضره السكس الاستعجال. هنا نوصل الى نقطه مهمه اللي هي السايكو سكسوال ستيج. اذا صار فيكسيشن في منطقه معينه فيكسيشن، يعني مثلا بالاورا فورسفول فيدينج او ديبريفيشن او اي ايرلي وينينج تفطمه بالعجل او تحرم ما شبعان طفل ما شبعان حليب مثل من صدر امه او من الممه او اجبار طفل ما ياكل وياكلونه تلزم حلقه وامه تدق راح يصير عنده اورال اكتيفيتي، الاورال اكتيفيتي تزيد عنده من يكبر. هاي من ادلت من احكي هنا بالارلي بالديورنج ديفلوبمنت فروم زيرو تو ذا 6 هنا لا نشوف بالادلت ايش راح يصير، راح يصير الاورال اكتيفيتي انكريز لايك سموكينج ديبندنسي اجريسيف يصيرون اجريسيف ميال للالفاظ الاجريشن وغيرها. بالانال اذا كان تواليت تريننج مور ريلاكس اور مور هارش شديد يعني الامه يعتدينا ومذهبه بينها لازم يقعد تبسط تدق عليه زايد الا تقعد بالحفاضه الا تطلع بطنك او تتبول فتهرش او ريلاكس بكيفك وين ما تسويها سويها. هذا ايش راح يترتب عليه يعني أبسسف يعني يصير وسواسي او تادنس يفكر في شغلات الطهاره اذا كان مور ريلاكس طهاره وما طهاره او عدم الطهاره او جيرنوسيتي يعني دقه ترتيب زائد بيرفكشن كل شيء يريده مضبوط اذا كان هارش بالدقه هذا راح تتطور هيك. اذا صار فيكسيشن بالفالك الابنورمال فاميلي سيت بليد تو انيوجوال ريليشن شيب وذ ذا ماذر. احيانا هذا الميول اكو طبعا اكو يمكن احنا عندنا نظريات كثيره بالتطور الشخصيه تقريبا بحدود 30 32 نظريه من ضمنها اكو نظريه احنا نسميها اريك اريكسون. هذا اكو استيجات ثمان استيجات حول الـ attachment of the child with the or development of of child personality of child ويقسمها إلى ثمان مراحل من ضمنها هي الـ attachment with the mother والـ attachment with the father. شو وقت يسوي attachment؟ شوف الطفولة دائما يميلون الأطفال ويا له أمهم بعد فترة البنات تقلب على آباء والآباء والولد يقلبون على الأمهات يسوون attachment. هنا لما تكون الريليشن شيب بين تشايلد او ماذر او فذر، ولهذا احنا حتى مسائل الطلاق والزعل يعني سيبريشن اللي يصير بين الام والاب، يعني احنا دائما نقول الطفل لازم يتربى به من بحضان امه وابوه، الاب موجود والام، اي واحد يفقد من عندهم يفقد رمزية الأب ويفقد رمزية الأم. لكل شخص البارتنر يعني الأب والأم إلى رمزية خاصة عند الطفل، وهي أتحدث عليها لك. شي يصير عندهم بانتي أو سيلف أوبسيشن أو سكسوال انكزايتي أو انديكوسي أو فيلينج انفيريوريتي أو انفي انفي حسد فيصير في الديستربنس حقود وسواسي دائما خوف من السكس سكسوال انكزايتي اللي يصير عندهم او شعور بالدونيه يشعر نفسه مو ذو قيمه انفيريوريتي. الديفنس ميكانيزم النقطه الجزء الثالث من نظريه فرويد اللي هي الديفنس ميكانيزم.
الديفنس ميكانيزم بحد ذاته يحتاج لمحاضرات، وليس محاضرة. لكن أنا كتبت بيبر صغيرة ورفعت لكم إياها، الديفنس ميكانيزم، وذكرت مجموعة من الديفنس ميكانيزم. بشكل عام الديفنس ميكانيزم ممكن تكون ماتشور ديفنس ميكانيزم وإيماتشور، إيماتشور وماتشور، أو برايمري أو سكندري يسمونها. شنو هي الديفنس ميكانيزم؟ is ego protective method of reducing an anxiety by unconscious distortion of reality. Distortion of reality. إذن هي آليات تحمينا، protective method for and release unconscious. إذن الديفنس ميكانيزم أو ego defense mechanism تطلع من كيفها، مو إحنا نقرر عليها، هي أوتوماتيكياً تطلع من كيفها. إحنا نسميها unconsciously for distortion، حتى فتشوه أو تبتعد عن الرياليتي اللي غير أنت تتقبل. ذكرت أني في البيبر اللي رافعين لكم مجموعة من الديفنس، أنا متعمد أختصرها، البقية تلقونها بالتكست بوكس، لأنه أريد نسوي لكم موتيفيشن حتى تطلعون أكثر ديفنس ميكانيزم تقرون بها بالريفرنس مالت المحاضرة. ماشي، لحد هنا ناخذ بريك شوية. ماشي، ماشي. السلام عليكم. انتهينا في الجزء الأخير من نظرية فرويد اللي هي unconscious mind، وحكينا عن defense mechanism. والdefense mechanism كما هو مذكور عندكم ذكرنا كم مجموعة من الdefense mechanism، بقية أنا تركتها لكم أنتم تبحثون علينا، أنه جايبين أسئلة إحنا ديفنس ميكانيزم ما شارحينها بيها، فتضطر نجبركم أنه تطلع للتكست بوكس حتى لا تتقيد فقط بالمحاضرة، يعني نسوي لكم فد موتيفيشن، تبحث حول الموضوع. وهي هاي الفكرة، أنه نريدك تبحث عن الموضوع شوية، مو إن ديتيلز وبالسابع. قلت لكم ديفنس ميكانيزم موضوع كبير ويحتاج لساعة. أكو مجموعة من النظريات طلعت اللي هي نسموها نيو فرويدن فور سايكوديناميك ثيوريز، ومن ضمنها كارين يانغ وكارين هورني وألفريد ألدير. الكارين يانغ طلع بمبدأ اللي هو البيرسونال انكونشس، أكو فد اللاوعي خاص بيك، يعني اللاوعي مالتي يختلف عن اللاوعي مالتك. وطلع مفهوم الكولكتيف اور الكوميوليتيف الانكونشس اللي هو يجمع المجتمع كله او مجموعه من الناس تتفق عليه، وهذا يعطيك اكزامبل عليها على ده تسمع مو، ويعطيك اكزامبل عليها اللي هي الماس، الماترنال ايمج، الفيرما اوف دار كثير، او بعض الماث. يعني هسه انتم تشوفون في مجتمعنا مثلا، اذا شفت لك واحد اعرف شنو ذاك يوم انك نحس مو هيك، يصير عندك هيك فد مات اسطوره، احنا نسميه اوفر فاليو ايديا بالنفسيه، فكره ما لها معنى، بس الكل متفق عليها، مجتمعيا متفق عليها. انه إذا شفت لك واحد أعور وطلعت من الصبح ولاقاك بات اليوم أنت ورايح للامتحان، راح ترسب الامتحان، تخلي لك هذه القصة. هذا يسمونه كوميوليتيف أو كولكتيف انكونشس، وعي مشترك، لا وعي مشترك، أو البيرسونال انكونشس اللي أنت مر عليك من ميموريز، من الأيد، من الحاجات اللي أنت هذا. وفسر الكارين هورني قالت البيرسون
functionality based or for need for security. دائما تقول الشخصيه وبناء الشخصيه دائما يطمح مو السكسواليتي، يطمح للامان انه يشعر ان سكيور مستقر. So وجدت من هذا اذا كانت الريليشن شيب بتوين بارتنر افكت اون انفلوينس اوف بيرسوناليتي اوف تشايلد، يعني ام واب دائما الصياح وعياط بيناتهم وجاهل بس يتفرج عليهم راح يقلد الام عن طريق الكونديشنال ريفلكس. اللي اخذتوا الاوبريشن والكونديشنال ثيوري دكتور عرفات الطاقم يقوم يقلد الام او ياخذ سلوك الام او سلوك الاب في يعني الاب ضرب الام والطفل هو صغير يقوم يكفخ بامه وايق وشيء اخذ سلوك قلد سلوك معين. إذن development of relation development of personality of child depend on the or influence the relationship of the partner. الفريد ألدير طلع بمفهوم inferiority complex، ها الشعور بالدونية بال motivated by fear and failure of inferiority lead to or achieve of achievement of superiority. واحد يشعر مثلا شعور بالنقص او الدونية اقل مستوى من الاخر، مثل الطفل الصغير، طفل صغير واخو كبير بقدك، اخو انت تقعد سيارة والسوق وهذا يباوع لك هو بعد يعني ليش عدنا انا inferiority. فيحاول انه يريد يتعلم كل السكيل اللي انت عندك، يقفز يصير صاروخ يريد يقوم مثل صاروخ مثلا، ما هذا يقول له يريد شلون انتم هسه الشباب واحدكم يريد يقارن نفسه او يريد يقوم مثل السينيور صار مثلا 20 30 سنه الانكم مالته هاجد وسيارته هاجد وبيته هاجد وانا طبيب هو طبيب ليش وقف على كيفك. هذا الفيرنج الفيلينج اوف انفيريوريتي خليك لازم يحفزك تو اتشيف سوبيريوريتي، لازم تاخذ الطريق الصحيح بها. وطبعا بها ميكانيزم حكى بها الدير لطيف الفريد الدير. بالمناسبه هذول كلهم يهود، اغلبهم يهود، يهود هذول الاغلبهم يعني من فرويد الفريد الدير اليانج الموزلي هسه نجي عليه. زين نجي على الاسسمنت اوف انكونشس بروسيسنج. اكو نوع من البروجكتيف تيست اسقاطيه ريفيل ذا هيدن انكونشس مايند تيست، يعني احنا نريد نقيم الشخصيه غير عندنا تيست، عندنا ادوات نقيمها مثل ما واحد عنده فقر دم نروح ناخذ له سامبل ونشوف عند ال HB مالته ايش قد، صحيح لو لا؟ احنا هنا عندنا بروجكتيف تيست ريفيل ذا هيدن انكونشس، نريد نطلع الانكونشس مالته شنو هذا الموجود به. اكو تيست كثير من ضمن التيست اللي هي الثايميك ابريهنسيف تيست او ابريهنشن تيست اللي هي الموضوع تخلق موضوع حال الحاضر ديفلوب طبعا باي هنري موري. ذا تي اي تي از بروجكتيف تيست موضوعيه يعني تيست ويش بيبل اكسبريس ذن وين فيلينج اند انترنتينج ثرو ذا ستوري they make up about ambiguous scene. شنو ambiguous؟ يعني نجيب له فد مشهد مثل هذا المشهد اللي تشوفونه، شخص نايم النوم شيء عبر عنك راح مو صحيح، وشخص قاعد مستيقظ بس يبكي ذاك مرتاح وشخر ويحلم وهذا هاي ambiguous picture، هاي من نعرفها إليك وخلق لي منها موضوع ستوري، اكتب ستوري شنو تفسر هاي الصوره شنو انت راح تطلعها according to the mind. يعني اذا مثلا اذا تعاني وفد مشكله انه خلينا نقول
عندكم مريض واحد بالبيت، ها؟ رأسا تقول هذا يعني يمكن مثل حال أمي، ها؟ أبويا مريض ومتمدد بالفراش وأمي قاعدة سهرانة الليل عليه وتبكي، رأسا أنت خلقت موضوع، مو صحيح؟ خلقت موضوع يجي شخص آخر ما يفسره هيك، ها؟ فسره بشكل آخر، مو صحيح؟ مو؟ والله هذا سكران ونايم وإيده هيش نازلة وشربان وهاية، ها؟ ليش؟ لأنه عبر عن داخله عندهم فد واحد، ها؟ عنده فد أجريسيف ومبلصف ما مهتم لا أبالي بالبيت، ها؟ والبقية هم يعانون معاناة أخرى. فهمت القصد يعني؟ إذن كلها according to the personal unconscious، كل واحد يفسرها على شكل اللي هو، وكلها تفسيرات صحيحة، كلها تفسيرات صحيحة، لأنه أنت تعبر عن personal unconscious، تكتب story عليها. هاي يسمونها thyming a perceptive أو a perception test ATA. التيست الثاني هاي أكثر شيء استخدام إذا most widely used projective test روشر تيست أو روشر إنك بلوت تيست. هاي نفذوها يعني منطقة روشرز في الولايات المتحدة الأمريكية، عبارة عن أنه تجيب ورقة أي فور مثلا تطبقها، تخلي بها نقطة حبر وتعصرها وتفتح حمر تلوك، فينتشر الحبر بالشكل متناظر بس هبهزار يعني شلون ماكو في شيء محدد. ما انت كل ما هنالك احنا قلنا شيء نسوي بروجكت تخلق لي موضوع على هذا اللي هو في داخلك. وضحت؟ The evaluation of psycho analysis perspective in modern research is personality development through the life is not fixed childhood. هسه البحوث الجديدة تقول مو بس علاقة إنه التطور الشخصية مقترن في فترة الطفولة. فرويد أكد هذا الشيء، قال peer influence of individual يعني الزمالات والعلاقات الشخصية الكابل peer group. يمكن حاشي لكم على peer group لو لا، يعني أنت مجموعة، أنتم مثلا أحمد وعبد الحسين واثنين ويا هم هذول مجموعة شلة على صفحة، هو واحد يأثر على الله. أحمد يسمع لطميات، إذا هو كان ليدر جروب الكل يسمع لطميات، أحمد يسمع نانسي عجرم الكل وياه لأنه هو ليدر، فواحد يأثر على الآخر بشكل آخر. الجندر ايدنتي ماي ديفلوب، احيانا الجندر ايدنتي ماي ديفلوب ان 5th to the 6th year. وصلت البحوث احنا قبل انه مو نقول الجندر ايدنتي ديفلوب ات adolescent period، لا هسه gender identity خصوصا نظرية إريك إريكسون وضحت أنه gender identity واحد يعرف نفسه male or female بالعمر 5 إلى 6 سنوات. إذن خلصنا من المجموعة الأولى هي اللي psychoanalysis theory for development of personality. نجي على موضوع آخر أو الجروب آخر من الـ personality development اللي إحنا نسميه humanistic perspective، المنظور الـ humanistic. أحد اللي عباقرة الـ psychologist هو موزلي، هذا أبراهام موزلي اسمه بعد عايش، هذا يهودي كم واحد أذكر. ابراهام موزلي سوى له مثلث وقال هاي كلها نمر بها ليفلات، طبعا بها النظريه تفاصيل كثيره بس بشكل عام ال قسمها الى فيسيولوجيكال على نيد. شنو بالبدايه اول ما نحتاج احنا الفيسيولوجيكال مثل البريثينج الفود الواتر السكس سليب
الهوموستاسيس الاستقرار المنزلي، واحد لازم يشوف اكسكريشن لا غيرها. هذا اني كلها فيسيولوجيكال نيد، كلها نحتاجها في البدايه، كلها نطمح لها، كنا نطمح انه هناك كلها سمنا نرجع للبيت نريد ناكل. من تبلغ امورك لسن الرشد تفكر انه يصير عندك فاميلي واستقرار، هيموستاسيس تفكر متطلبات الحياه اليوميه من فود ووتر توفرها كلها لنفسك ولعائلتك. وراها اذا وفرتها شو تسوي؟ تفكر بنيد اخرى سكيور اوف ذا بادي، دور صحتك وامانك واستقرارك. امبلويمنت سكيور اوف امبلويمنت، دائما تدور لك وظيفه جوب. مثلا ما نشوفهم الخريجين انه احنا المشكله انضرب هذا السفتي، ماكو امان. هواي يقول لك خريجين احنا ما متعينين، ما عندنا شغل. اذا سكيور فور امبلويمنت حياه لازم انت تامنها. تقوم تفكر هاي بعد ما امنت شنو الحاجات الاخرى، تفكر الموراليتي، تفكر الناس تتعامل وياها بشكل اخلاقي وما طبقا عادات المجتمع. الفاميلي، الهيلث، البروبرتيز، كل هاي الحاجات. يعني تفكر بيتك تخلي التلفزيون والثلاجه وما ادري شنو، مو صحيح؟ والستلايت والانترنت وهاي كلها هاي تخليك تشعر بالامان. اللف اند بيلونجينج، هذا المستوى الثالث اللي تطمح له، انه تكون علاقات قويه، فريندشيب يصير عندك، يصير عندك فاميلي. سكسوال انتماسي، علاقات شرعيه، كان يكون تتزوج مو لا. بعد ما استقرت عائلتك وصارت لك علاقات وحصلت لك جوب واستمريت بالجوب، تفكر بشيء الاستيم، تقييم النفس والذات، السيلف استيم. اكو بيهم يشعر بالسيلف استيم، يعني هو التعبير الحديث للانفيرياريتي للدونيه، سيلف استيم. ولهذا شوف هذول اللي عندهم ديبرشن كآبه، عندهم لو سيلف استيم، تحكي عليه ترزل بي عادي، وانتم تشوفونها ادمن. قال لي اكفون خطيه على الترافيك لايت، يوميا ايش قد يسحب مسبه وشتايم من السواق، هو يطلب ربع دينار لو نص دينار، ها؟ من الاسيتايل كولين صاعد عنده للظالم بحيث يخليه لو سيلف استيم. كيف عنده عادي يعني ياكل هيك مثلا، ياكل الرجاله مثل ما ياكل ويشربها مثل ما يقولون يشرب المي. لو سيلف استيم هذا يصير عتبه. في حين لا، اللي بناء شخصيته بشكل صحيح ضمن هذا الترتيب، ضمن هذا الهرم، راح عنده يصير هاي سيلف استيم، ما يقبل على نفسه. respect of others and respect self. يعني يعجبك انه انت يكونون لك الاحترام والتقدير، وفي نفس الوقت انت تكون الاحترام والتقدير للاخرين. الثقه، تحاول انه تبحث عن الثقه وتبني جسور ثقه مع الاخرين. بعد ما كملت هذا المشوار شو يصير؟ احنا نسميه سيلف اكتشواليزيشن، يبدي التخليق مالتك، يبدي الكرياتيف مايند يشتغل. تبدي يصير عندك افكار في حل المشاكل، مشاكل الاخرين ومشاكلك الذاتيه، بروبلم سولفينج. لاك اوف بريجيدس، الاستعباد، يعني ما تحب انه تكون يتحكم بك واحد، ها، مستعبد. اكسبتنس اوف فاكت، اكو حقائق رياليتي كومن لازم تتقبلها، يصير عندك تقبل لها ومخك يستوعبها. قبل كنت ما تتقبلها، يعني مثلا هسه تتقبل مثلا نقول قرب مثال فاكت، هي فاكت تتقبلها،
يجيك واحد يقول لك لا ماكو فساد اليوم بالدولة العراقية، ويجيك واحد يقول لك لا فساد، أنت شو تقول؟ إذا كان تطور البيرسوناليتي مالتك بشكل صحيح، ما تتقبل تتقبل هاي اكو فساد، مو صحيح؟ لكن إذا بيرسوناليتي مالتك يا معود كلها تبوك حالة حالة، مش ضرب العرب، مو صحيح؟ وكأنما شرحها. واكو بعد ورا السيلف، المهم بالسيلف اكتشواليزيشن انه انت تصير كرياتيف مايند، يعني بروبلم سولفينج، يصير عندك يوميا تطلع لك فكره جديده، فكره خلاقه، تطوير ذاتك، تحسين حالك. كان عندك بيت هالكبرى صغير، خلينا نقول 100 متر، امورك اشتغلت وتعبت وصار عندك كونفيدنس وصارت عندك اتشيفمنت، انجازات عمل معين، نجاحات، طورت بيتك، سويتك كبير، هذا كرياتيف مايند، طورت. اكو شيء هاي الترانسيدنسي، العبقريه وراها تظهر، وهذول فئه قليله من المجتمع، اقل من 1% اقل، العباقره يطلع مثل اينشتاين، العلماء الباقيين. الاسسمنت اوف هيومانستيك بيرسبكتيف عباره عن كويشنير، ما بيشن سيلف يعني يكتبها بها سيلف رايتنج او سيلف كونسبت ان ثيرابي باي سيكينج اندرستاندينج اوف اذرز. The triad perspective. Triad perspective هو نوع الجروب الثالث من الوصف البيرسوناليتي، يقسم البيرسوناليتي إلى stable وunstable وinverted وextroverted. الinverted يعني منطوي، extroverted هو منشرح. اعطيكم مثال على الانترو الستيبل ان ستيبل، هاي واضحه بالنسبه لكم، بس الانفيرتد اكستروفيرتد. الشخصيه مثلا الشخصيه الامريكيه اكستروفيرتد، بنشرحه تلقاه يمشي بالشارع ياكل وما ادري شنو وشاق ويضحك يلبس شلون ما يعجبه، منشرح منفتح اكثر منه. الشخصيه البريطانيه ما عنده هيك، انتم شايفين من البريتش لازم كل شيء اوفيشال، كل شيء صارم عنده، كل شيء دقيق ضمن قوانين ضمن تقاليد، احنا نسمونه منطوي انفيرتد. وهذول عندهم صفات معينه وهذول عندهم صفات معينه. الانستابل والستابل ايضا عندهم صفات معينه يشتركون بالثنين، يعني الستابل يكون سوشيالي talkative, responsibility, responsible يعني lovely, carefree, leadership. Unstable, moody, anxious, rigid. لا غير ذلك. طبعا هذا الدايمنشن وكل واحده الديسكريبشن مالته، مثل احنا قلنا ايموشنال ستابيليتي، اكستروفيرتد، اوبنس، منفتح، اجريبابل، اند واكو الكوشنس ناس اللي هو عنده ضمير حي، شيء عكسه اللي عنده ضمير حي. الاسسمنت اوف تريت بيرسوناليتي، وطبعا هذا اكثر واحد اشتغل عليها هي اذا تقرون التريت هاي الايسن، ايسن نظريه ايسن في الدبلومه، هاي كلها طلعها من مجموع اكثر من 1500 سؤال وصل لها النتيجه كلها. السوشيال كوجنيتيف بيرسبكتيف بشكل مختصر، البرت باندورا هو كتب عليها، قال لا اكو انتجريشن بين بيرسونال وبيهافير وانفايرمنت. البيرسونال انتجريشن بين بيرسونال اند بيهافير، بين بيرسون اند بيهافير
is influenced by thought and action. يعني اكو شيء شخصي واكو behavior. يعني انا هسه اكره احمد فارسل فشي عندي هاته مو صحيح او عندي اجريسيف امبارس اتجاه ما احكي ويا بطريقه سوفت بالطبع اذا تغير سلوكي صحيح اكو علاقه بين environmental and behavior the interaction between environmental and their behavior involve person behavior determining environment which is turning effect on the environmental factor واحدة من environmental factor انه انت ما عندك جو شلون راح يصير behavior مالتك دائما يصير نيروتك rigid اذا اكو interaction between environmental factor او عندك مريض انت دا تعاني من واحد بالانفايرمنت اللي عايش بيه بالفاميلي مالتك شخص مريض خلينا نقول ديمنشيا خرف عنده ويصيح وعيط ويسولف وما ينام ويشك وما كل هاي وحاجاته وين ما يقضيها وانت قاعد تريد تقرا ما تقدر تقرا مو صحيح لانه ضوضاء وهوسه وعياط وصياح وما شنو البيهافير مالتك راح يتغير يصير امبالستف يمكن تعوف البيت تروح عند قرايبك تروح تقرا واضح اكو انتراكشن بتوين بيرسونال اللي هو فاكت يعني فاكتور موجوده الموجوده بداخله والانفايرمنت وهذا يعتمد على من على البيليف والكوجنيتيف كومبتنس البيليف هواي مثلا معتقدات عندنا انت مثلا اذا عايش بغير محافظه ما مثلا يعني اذكر من رحنا لليابان اشوف طلاب المدارس طلاب بسيطين اكو معابد مثلنا شلون عندنا حسينيات وجوامع وهواي منتشر يعني بالشوارع وهذا معبد الخنزير وهذا معبد الكبش وهذا معبد التنين وشوف الطلاب خطيه وهم مرتبين يوقف يم المعبد ويصلي ويقدم التحيه طبعا انتم هم تقاليدهم مال الصلاه اذا تريد تفوت جوا حتى وضوء يعني تتوضا وتنزح وتطلب امرادك مثل ما يقولوا هذا ليش انفايرمنت خلق هذا الجو متاثر به من الكوجنيتيف بيرسونال المفاهيم اللي اكتسبوها من ديانتهم انه لازم من تفوت هاي تقدم التحيه شلون احنا هسه من تمشي بالسياره وشفت لك ورحت للامام ومن انت ما تريد تنزل تسلم من يمك مو فاذا اكو فشي بيرسونال كوجنيتيف وياها انفايرمنتال هو اللي خلق لكن اذا انت تمشي بامريكا وفتت من نص بالحريه عم تقول السلام عليكم ما مو صحيح لانه ما عندك كوجنيتيف ماكو انتراكشن نص بالحريه هو بحاله وانت بحاله مو صحيح فماكو انتراكشن ماكو انتراكشن بين بيرسونال فاكت ان انفايرمنتال فاكت لكن هنا من تجي لا يختلف الحد هنا تنتهي محاضرتنا أرجو أن تكون استفاديتوا من عدها شكرا جزيلا لإصغائكم